فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صحيح أن القمل أعزكم الله، هل صحيح أن القمل أعزكم الله هو عذاب من الله، فإذا كان بالشخص فيكون معذبا؟ عذاب من الله؟ نعم، مؤذي، القمل مؤذي، يمتص الدم، فهو من جملة المؤذيات والقوارص التي تكدر على الإنسان راحته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ونتيجة مرض ونتيجة ضعف وكذلك نتيجة عدم التنظف، تنظيف الجسم الثياب، ينشأ القمل من الوسخ على الجسم أو على الثياب. نعم.